يا كريمة عملت لقرية الحصص طريق على أعلى مستوى، خدمات صحية على أعلى مستوى، تشطيب مدارس من تجديد مدارس على أعلى مستوى، ومركز تكنولوجي لو كنا قعدنا مليون سنة ما كانش هيتعمل عندنا. البلد اتظبطت، بقت حلوة، بقى عندنا مستشفى دلوقتي بالصلاة على حضرة النبي، مستشفى جميلة جدا. بقى عندنا برضو الترعة اتبلطت دلوقتي، وعندنا ونموذج المصارف هتتبلط، ايوه حاجة نظيفة جدا، فيها خدمات كويسة، وحتى الكشف هنا بجنيه، لما بتقطع تذكرة بجنيه، وأجهزة على مستوى، والدنيا جميلة ما شاء الله. وبعد حياة كريمة ما شاء الله كل الخدمات اتوفرت فيها، بالنسبة للإسعافات وبالنسبة للخدمات كلها يعني بقت موجودة الحمد لله في عندنا هنا في قلب البلد. خدمات طبية كتير اتحسنت في وحدات صحية كتير جدا، تقدمت خدمة أفضل، بقى في مكان أوسع يتقدم فيه خدمات، يستوعب عدد كبير جدا من الناس. بالإضافة طبعا بقى عندنا مدارس كتير اتجددت، وفي تم إنشاء مدارس كمان بعدد كبير جدا. كمان عندنا تطوير على البنية التحتية من صرف ونت وكهرباء، كمان في خطوط المياه اللي بقت اوسع، وبقى في تحسين كتير جدا في الخدمه بتاعتها، الفايبر اللي اتحسن في النت، فبقى خدمه النت اسرع. مجموعه مشاريع كبيره جدا عززت البنيه التحتيه للدوله، زي الوحده الصحيه طبعا هنا كان يعني اقرب حد كان عشان يحصل اي مشكله لازم مستشفى العام في شربين او مستشفى الطوارئ في المنصوره. دلوقتي توفرت مستشفى كويسه بتجهيزات محترمه، وزائد المجمع الحكومي، يعني تجهيزات جوه يعني اقسام كتير، اكتر من قسم كلها اقسام مجهزه ومستعده لاستقبال اي حاله في اي وقت. طريقنا كان وحش جدا، ما كانش في وحده صحيه تنفع، الوقت الحمد لله مدرسه كويسه، طريق كويس، وحده صحيه كويسه، الترعه اتبطنت، وفرنا ميه كتير، كل حاجه بقت تمام عندنا يعني الحمد لله. دلوقتي بقت الحصص مدينه 100 100 يعني.